يسول دم قران في لون لحظة في مدوك المرة عند مثلا مرحبا يسون غارت ذويل تنون إتراجوم يال شهر رمضان حلقة أخرى حلقة جديدة من كوزينتنا هكا اللي رايحين نرفقكم مع زوج الشيفان انتعنا كالعادة الشيف مرحبا بك مرحبا بك الأصدقاء ومرحبا كامل بشهادة المساهدين نقول لكم صحة رمضانكم صحة رمضانك انت تن شاف شاف سفيان الزلف لك وصحة رمضانك هما صحة رمضاني واذا غادي تولي المره صحة رمضانون عسلامة نون داكي لنا ليميسيون تا كوزينتنا تا كوزينتنا اكا اكا, أكا. كالعاده عندنا اطباق جديده ككل حلقه شاف واش عندك اليوم؟ اليوم عندي بوراك البوراك بالحوت او فرح دير لنا البوراك شاف يعطيك الصحة بصح جديد اكيد مش بوراك اللي تعرفوه انتو الشا سبيسيال نتاع شيف وعندنا هنايا بواسون عندنا الميرو سوتي بالبوم دو تير صغيره بلا صوص تاع دونك طبق خفيف مع البطاطا اللي مغليه ولا البطاطا اللي نفوروها البطاطا المغليه الصغيره هذيك اللي يعيطوا لها بطاطا لي بيتي بطاطا والبوراك واش فيه شيف باش نديرو البوراك هنا عندنا حوته ولا زوج بواسون بلون انا خيرت هنا الميرلون على خاطر الطبق الرئيسي نتاعنا بالحوت دونك اكيد لازم البوراك ولا لونطخي نتاعنا باش تكون بالحوت تاني عندنا ملسوقه اللي هما ديول ورق ديول عندنا شويه معدنوس شويه كمون شويه تاع ثوم هذا مع الحوت وعندنا لاصوص بيشاميل اللي هي زوج مغارف تاع مارغارينا زوج مغارف تاع فارينا وكاس تاع حليب وأكيد لاصوص بيشاميل نتاعنا باش تنجح ما تنجح كان بلا مارغارين نتاعنا العزيزة الغالية لا مارغارين لينا اللي حضرت هذا العام معنا في كوزينتنا هكا لا مارغارين لينا هذه مارغارين بزاف خفيفة وبنينة نستعملوها في حاجات الملحة وفي الحاجات الحلوة هي مارغارين تقدروا تاني تستعملوها الفطور الصباح الحاجة المهمة فيها ما عندهاش كوليسترول وعندنا البوايط تاع 250 غرام وعندنا البوايط تاع 500 غرام نقولوا صحة لينا دونك هذا ما كان هذا ما كان هذا ما كاين نروحوا ليزانغريديون اللي سحقوهم في لو ديسير والتحليه اكيده في سهره رمضان اللي لازم تكون شيف كالعاده ديما تفرحنا واش عندنا اليوم اليوم عندنا اون تارت كرامبل اوبوم اون تارت كرامبل اوبوم شحال اسمها كرامبل دونك واش عندنا في هاد لا تارت شيف هاد لا تارت دونك رايحين نستعملوا لو كرامبل لاباغي كرامبل اللي فيه 100 غرام تاع الفارينا 100 غرام تاع السكر 100 غرام تاع لا مارغارينا تارتيني كيما شفتوا في حاجات المالحة استعملنا لا مارغارين لينا واكيد في هذا لو ديسير نستعملوا لا مارغارين تاعنا لينا دونك نستعملوا 90 غرام تاع لا بودر داموند لي زاموند نرحيوهم نرحيهم وندوزوهم في السيارة نسعدي غربال نديروها في الغربال لازم تجي هكا تقول بودغ معناها فوالا عندنا دو بوم دو ماشي طايبين دو بوم ماشي طايبين نو نقشروهم ونديروا عليهم دو سيترون و لي زاموند و لي زاموند ديفيلي يكونوا ماشي فان يكونوا خضور اكوا لي زاموند ديفيلي ماشي غريي وعندنا دو جينجمبر لو جينجون كيف نشوفوا المقادير لا شفنا الليبان برك ليبان استاذ ياك لا بات اليوم الشيل كبير مازال مخبي لا 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 بات افونسي ان فيت وجدناها على الافونس دونك لا بات اللي حضرناها قبل وخليناها تحت ونعاودوا نديروها في اعداد اخرى ان شاء الله في الاعداد اخرى دونك نروحوا نبداو لو ديسير ولا نبداو بلونتخي نبداو بالبوراك شيف ان شاء الله اليوم رايحين نديروا بوراك بطريقه جديده بالحوت على خاطر الطبق الرئيسي نتاعنا بالحوت دونك اول حاجه نبداو بها انا عندي لا بيشاميل انا عندي زوج مغارف تاع فارينا تاع زبده لينا لا مارغارين لينا اللي هي مارغارين بزاف خفيفه نحطوها هكاك ابيبري زوج مغارف ايكيفالون تاع 100 غرام 100 غرام نذوبوها لا مارغارين ما تريحش خفيفه غير نشوفها قريب تذوب نديرها زوج مغارف تاع زوج مغارف معمرين نتاع فارينا وندير لها حوالي كاس تاع حليب كاس تاع حليب بارد هاي ليك ما تحقاش انا تجيني جامده بزاف
على خاطر هاد لاصوص بيشاميل نسحقوها تكون شويه ليكيد نديروها في لافارس نتاع البوريك شيف. تري بيان. حكمنا حنايا ميرلون حبه تاع لو ميرلون الحوت تاعنا اللي هو بواسون بلون فورناه وفتناه. فورناه شيف. دونك الحوت هذايا بعد ما فورناه نفتوه باش يجي لافارس داخل البوريك. دونك نخليك شيف تكمل لا بيشاميل تاعك بالعقل. نروح للشيف سفيان مشان نبداو هذا نسوج دابور لو كرامبل نينا نشدو ان بول نبداو نحطو الفارينه والمقادير كالعاده باش لازمنا نتبعوا المقادير يبانوا لكم تحت الشاشه بون درنا الفارينه ودرنا لي زاموند مرحيين هكا اكزاكتومون لي زاموند بودر وزدنا السكر خلطوا بيان هذا الميلونج هنايا شاف لا بيشاميل نتاعنا حضرت ندير شويه تاع جوزة الطيب جوز الطيب اللي نعرفوا جوزة الطيب تزيد تبن لا بيشاميل شويه برك ما نكثروش سنه تاع ثوم لا بيشاميل هذه نزيدوا لها الثوم تعرفوا علاش على خطر فيها الحوت دونك فلفل كحل والملح فلفل كحل والملح ولا بيشاميل تاعنا والفرماج ومعدنوس حضرت نزيدوا لها هكا سخونه الفرماج بلون ونقطعوا لها المعدنوس الفرماج رابينون سي ندير لها فرماج دوكا ولا من بعد دوكا ما بيت كلش سخون كيما نعرفوا لافارس نتاع البوريك تحب الفرماج دونك نحاولوا نكثروا شويه فرماج شاف سفيان نزيدوا سنانو سكنجبير جميع سكنجبير جنجم سي سكنجبير 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 اون بودغ وحطي لي دونك اون غروس كويير اون غروس كويير ا سوب دونك في الخليط نتاعنا نزيدو نحطو مغرفة كبيرة تاع لا مارغارين لينا كيما نعرفو لا مارغارين لينا الخفيفة وما نسحقوش ندوبوها وأكيد راح تزيد تعطينا البنة لاباط اللي راح يحضرها اليوم شيف باش ناخذ منقية رزقها نطمها في لابوش لاصوص بيشاميل تاعي عندي الحوت تاعي كيفاش ندير له حضرنا لاصوص بيشاميل نحطوها هاد كوتي ونبداو نحضروا نحلك لي فوي نتاع ديول الشيف لي فوي تاع ديول هنا عندي قلنا حبه تاع الحوت انا خيرت اليوم ميرلون كاين اللي يحب يدير ميرلون ولا نديرو لازم الحوت الابيض اللي هو بواسون بلون ما نديروش بواسون بلو نديروش الروجي الحوت الاحمر ولا لا لا إيه تابع الابيض وي الروجي يعني بواسون بلون كيما يعني كابالا ولا البوغا ولا اللي ما يجوش هذوك عندي هنايا شويه ملح نقدروا نديروها بالكروفيت بالكروفيت عندنا شويه ملح فلفل الكحل شويه تاع الزيتون وعندي شويه تاع المعدنوس ها لا كريم فريش نو شيف لا لا نسحقوها للطبق الرئيسي الطبق الرئيسي فوالا نبدلو شويه على البوراك اللي نعرفوه نديروه بزاف باللحم يجي شويه باللحم يجي شويه ثقيل شيف وي كاين نزيد له انا مع الاخر شويه تاع الكمون على خاطر الحوت يحب الكمون نحطوا الكمون وندير مقلى البوراك تاعنا اكيد باش يتقلى في الزيت نحضر لك نوجد لك الزيت شاف الزيت نتاعنا اللي فرحت بنا هذا العام حضره في كوزينتنا هكا زيت لينور اللي نعرفوها زيت بزاف بزاف خفيفه حتى الناس اللي ما يحبوش يستعملوا زيت خاصه في شهر رمضان احنا نقول لكم الزيت هذه تقدروا تكثروا منها على خاطر بزاف خفيفه وطبيعيه 100% دونك نقولوا الزيت لينور يعطيكم الصحه اللي خممتوا علينا
بيان سور البوراك يحب لو فروماج نزيدو شويه فروماج غابي ندير 1 2 نديرو شكل كلاسيك معناها كلاسيك نديرو ليه ندير لك الزيت في المقله شاف سخن بيان سور انا ما نستغناش على الفرنو نتاعي فرنو كوندور كما شفتوا كالعاده كوزينتي كاع مأثه بالادوات الكهرومنزليه تاع كوندور جوده عاليه واسواب جد جد معقوله ونزيدو نقولوا بلي كوندور راح يكون هنا في تونس سي بون يعطيك الصحه شيف دونك لا بات نتاعنا احنا هذه حضرناها يا اخي اكزاكت سي اون بات افونسي داكور يعني لا ديفيرونس بين لا بات افونسي ولا بات سابلي سي لا كونتيتي دو سكر يعني هذه ما فيهاش سكر براتيكمون فيها اون توت بيتيت كونتيتي دو سكر دو سكر والمقادير تاع لا بات افونسي حين يظهروا على الشاشه ظهروا تحت الشاشه ونعاودوا يعني في اعداد واحد اخرين نعاودوا نديروا لا بات افونسي ونديروها دون لو ديتاي داكور دونك نحلوا هاد لا بات تسحق شويه فارينه ولا تسحق شويه اكزاكت وي ناخذ لا فارين نعطي لك نزيد لك شويه فارينه تفضل شيف دونك نحلوا لا بات كيفاش انها تجي رقيقه وي وي 3 ملم نوجدوا المول تاعنا شيف تحل لا بات ونشوفوا البوراك بعد ما الزيت نتاعنا تكون سخنت الطريقه هذه اللي عطاها لكم الشيف قال لكم على البوراك باش ما يتحلش في المقله دونك حط زوج مغارف نتاع فارينه حلهم في شويه الماء ومن بعد هذيك شغل لصقه وكاين اللي يعملوها بالبيض ثاني نو وي ندهن لك شويه لو نو 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 لابين دونك لا بات نحلوها بهذه الطريقه كما شفتوا خليناها ارتاحت وجات سهله كي نحلوها ما تجيش خشينه وما تجيش رقيقه 2 3 ملم سي بون نشوفوا بالك دونك سي بون وكالعاده نديروا لها هكا بلا فورشيت باش ما تطلعش على لا بين باسكو لا بوم راهي حطيب داخل لا بات نحطوا كلش يطيب ما طيبش فوالا داكور دونك لا تارت كي تطيب وحدها كي نسحقوا لا تارت تطيب وحدها نقدروا نبيكيوها هكا بلا فورشيت باش ما تطلعش بصح كي تكون معمره وتتحط في الفوق سي با لا بين فوالا فوالا هذا تعطيها لي شيف نسحقها رزيقة بشحاحة هكذا باش كي يسحق في الحلقة واحدة أخرى نقدروا نلقاوها حاضرة هي ما تفسدش شاف نحطها في الكونجيلاتور ولا كونجيلاتور بيان سور قبل ما تروح الكونجيلاتور أكيد باش نغلفها بلو بابي فيلم نتاعنا لو بابي وثاء طابوشي البوراك شاف طابو خلاص تخي بيان نخلوهم يبردوا نحط لا بات كونجيلاتور شيف كونجيلاتور نتاعي كوندور كيما شفتوه كبير نص هذه كاع كونجيلاتور ونص فريجيدير يرفد لي كاع واش حبيت طبق رئيسي عندي لا مارغارينا نبداو بلا مارغارين لينا كيما شفتو نستعملوها في كل حاجه عندي شويه تاع كمون ورقة تاع الرند ثوم هنا نوريكم كيفاش نديرو الثوم هنا الثوم نكرازيه غير هكذا دونك كيما شفنا حطينا شويه كميه كبيره من لا مارغارين على خاطر هي خفيفه وهاد شركه برولي بوس من ما نساوش هي عندها لا مارغارين لينا وعندها الزيت لينا وعندها لا مارغارين هنا هي في عين مليله دونك عندها 10 سنين وهي موجوده هاد لا سوسيتي وتصدر حتى للخارج وقريب باش يكون هاد المنتوج قريبا في تونس عندنا شويه اكليل رزقه نديروا البطاطا تاعنا داكور دونك البطاطا نعاودو نحمروها شويه في لا مارغارين مع الثوم والفلفل الكحل والملح
ملح فلفل كحل عندي حبه تاع لو جو سيترون تاع لك الحبه تاع حارس ونقدروا تاني في بلاصه البطاطا نقدروا نحطوا الخضره هي هذا لا كومبليمون تاعو بالبطاطا تجيب بالبطاطا بالبطاطا رزيقه واش الخضره باغ اكزومبل كي حابه ديري لوبيا لوبيا صوتي ايه جبينه وي بلي كاروت زروديه بسفناريه وي عندنا معدنوس رزيقه دونك شيف نقطعوا لا بوم تاعنا هكذا ومدي يعني دي مورسو كبار نحطوهم ماشي بزاف كبار نو 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 على خاطر كي يطيبوا راحين يطيبوا و سافا دوفنيغ نحطوهم نقدروا نحطوا البوم روج نو وي فا وي يعني ليسونسيال سي دو لا بوم روج نحب لا بوم الحمراء يا اوكان بروبليم هي هذه هي لا ديفيرونس تاع لا بوم روج تاع لا بوم روج هذه لا بوم فيها لو جو لي جوتوز دونك تطلق تطلق الماء فوالا نغطوا بعد ما حطينا كيما شفتوا في لاطارت نتاعنا درنا قبل لا بوم اللي قطعناها ومن بعد نزيدو نغطوا لاطارت نتاعنا بلو كرامبل لو ميلونج هذايا اللي درناه السكر واللوز ملحي مارغارين لا مارغارين لينا حطينا لا فارين وي رزيقة غير نشوف بلي بدات تحمر لي البطاطا كيفاش تحمر كي تبدا تشق جات شابه بالمعدنوس ندير لها شويه تاع الزيتون ولا شامبينيون على زيقة رجعت على بالك خلاص كوردون بلو دونك بالك حنا نمدوا لي دي روسيت بعد ابخي يعني المشاهدين ولا انت المشاهدين يقدروا يبدلوا حاجات ويجيوا في بلاصتهم معنا بيان سور هي صح في لو سافوار فير في لا فاسون دو فير بعد ابخي لوتيليزاسيون اون بو ان فير واش حبينا يعني نقدروا واش كان عندنا بين يدينا كيما نقدروا نخترعوا كيما سي فغي باغ اكزومبل خاوتنا التوانسه يقدروا يحطوا هريسه في دي بلا الوغ كحنا ما نحطوش سيستيماتيك هريسه دونك خاوتنا التوانسه تحبوا انتم الهريسه في هذيك البطاطا باغ اكزومبل الشيف ما يحبش بزاف الحار انتم سيتو زوج مغارف تاع ثلاثه ولا هريسه عربي مثلا نكمل برك بلي زامون دي فيلي تاعنا ونحطوها تاعنا في الفور فوالا هاي سهله هاد لاطارت شيف برافو سي با تري كومبليكي عندي كاس صغير تاع الماء رزيقه بطاطا لازم تنشف نشفت بيان عندي لا كريم فريش 125 غرام تاع كريم فريش ونخلطوها مع الماء نخلطوها مع الماء باش تجي شويه ليكيد يعطيك الصحة باش نقدروا سي اون صوص نديرها هايلة شيف بينا بنينة نخليها تشرب لي نقدروا نزيدو هريسة هريسة عربي فرماج غابي هكا مازال لزيقة مع الخر نزيدوها في رمضان مازال راني مزروبة اليوم دونك نغطيو على لاصوص طيب بالعقل تاع البطاطا ولا كريم فريش اللي خلطناها في الماء تجي اي صوص خاطرة نغطيو عليها وطيب بالعقل ونروحوا لي ترونش تاع الحوت انا عندي فلفل الكحل والملح تبع مليح لزيقة ثوم الحوت لازم له بزاف الثوم ومن بعد نغطسوهم في الفارينة ان شاء الله عندي شويه تاع معدنوس ما زيدش نهضر شاف لا لا جامي شاف ولا كاينه حاجه سقسي نو جامي رزيقه علاه راني نقصر معاك انا لا غالب هكا باسكو نحط روحي في بلاصه المشاهدين اللي يتفرجوا دونك يحبوا قبل ما تحط حاجه يسقسي ويقول لك زعما باش يديرهم في الفارينه فوالا دونك راني نسقسي في بلاصتهم عندي شويه تاع اكليل اللي يحب يدير اكليل ناشف يقدر يدير اكليل ناشف على زيقه اها نخلطهم مليح هنا عندي العرب اللي نديروا لها شويه تاع الثوم
عندي نزيدو الكمون. نعرفوا الحوت يحب بزاف الكمون، وكما شفتوا عصرنا بزاف القرص، وانتم ما يطيبش هكذا تمتم، نخليوه شاف مع نخليوه مع الثوم، وحطينا فلفل كحل والملح والمعدنوس. هنا وجدوا مقله باش نقليو رزيقه. شاف نتفقدوا لاطاط تاعنا تكون قريب تطيب ولا طابت. شاف سي بون، استنى ديرنا الزيت رزيقه. هاي لاطاط تاعنا حاضره، نشعل الفرنو ونحط الزيت. نحط بزاف حطي قسمي يولو حمورة شوية. صافا صافا رزيقة بيان سور، ما ننساش الزيت نتاعنا لي نوغ. ولاصوص كيما شفتوها هاي بالبطاطا ولا كريم فخاش بدات تخثر، ما نخلوهاش ناشفة على خاطر نسحقوا هذيك لاصوص شاف هكا. يعطيك الصحة. فوالا، ونوجد لك عطيني شاف، نوجد لك طبسي. باش نحيو الحوت هذاك من الزيت كالعادة نحطو شوية الورق نتاعنا وفاء. شاف واش نديرو لهاديك لاطارت؟ خلوها تبرد وخلاص كملت، معناها ما نزيدو لها حتى حاجة. خاتيكمو. ومن بعد كي طيبو لاصوص تكون نحطوها وحدها وجدة. كما شفتوا طبق نتاعنا اليوم خفيف، حوت والبوراك، ونكملوها بلا تارت او بوم بلي زاموند اللي هي واسمها شاف هاد لا تارت لا تارت كامبل او بوم. سي با فاسيل ا رتينو. نحيو هادو نحطوهم في الفريجيدير. نحط لك شاف قليهم بالعقل. حط لي البوراك تاعنا بالحوت. بعد شاف كمل انت دريساج شبحو. كما نعرفوا الحوت ما يسحقش بزاف الطياب. دوكا ابداو كالعاده شبحوا. يلا ونبداو نحطوا سكر كلاص من الفوق. فوالا هذا خلاص شاف سي بون. هذاك عندي هنايا شويه زيتون اكلي ما كثرش منه. فوالا تفضل شيف. لاصوص طفينا لها هاي ليك. والحوت خلاص طاب. برافو نصر الدين يعطيك الصحة. يسلمك. نطيبوا البوراك وكي نحطوهم هكا كبار ما يشهيوش باش واحد ياكلهم، بصح كي نعطي لهم شكل هكا واحد اخر نحاولوا نحطوا هي حاجات سهلينة. العين هي اللي تاكل رزيقة. رزيقة وخفيفة. البوراك نتاع الحوت اون جينيرال يجي خفيف. وبيان سور حطيناهم في الورق وفاء باش يشربوا لنا الزيت. ريحة الحوت
وكاين الناس اللي ما يحبوش ياكلوا الحوت في رمضان، يقول لك انا يعطش. انا الحوت ما ناكلوش في رمضان. على يعطش على خاطر بون في السحور بالك وي، مي بصح في الفطور كونترير حاجه مليحه وخفيفه. في السحور سي سورتو لا موفيز الين ابري. تاع الحوت لا ميم العطش، يعطش الحوت. كاين حاجات اللي نقدروا ناكلوهم في السحور وكاين الحاجات اللي ما نقدروش ناكلوهم. زمان كانوا يسحروا بقهوة حليب، مازال لدوك انا لاصقه بقهوة حليب. سحر غير بالقهوة حليب، ما تاكلش حاجة مالحة. لا لا شوفوا لاصوص كيما شفتوا لاصوص ما نخلوهاش ثقيلة ثقيلة باش ما يجيناش الطبق نتاعنا ناشف. إيفان زيد الشاف. دوكا بقات لنا شوية تاع معدنوس. تخي بيان. وشوية تاع قارص. رزيقة. يعطيك الصحة شاف كالعادة. تتفنن في كل حلقة. الله يسلمك. كما قلنا لكم هذا هذه هي سر كوزينتنا هكا في كل حلقه نحاولوا يحاولوا الشيفان بيان سور باش يعطوا لكم حاجه جديده باش تلموا العائله وتفرحوا عائلتكم وتعمروا الطبله نتاعكم. الحوت بلا قارص ماشي حوت. كاين من فوق نزيدوا لها شويه تاع كمون، شويه كمون من الفوق وان شاء الله يكون نال اعجابكم. شهيه طيبه ان شاء الله. سيغ شهيه طيبه. برافو شيف، يعطيك الصحه كالعاده هكا في ساعه في ساعه رابيد. حتى في رمضان ما يغبكش رمضان. وطيب ماكله بنينه وخفيفه. وبيان سيغ الشيف نتاعنا ثاني، السهره بلا حاجه حلوه ماشي سهره، ورمضان بلا حاجه حلوه ماشي رمضان. هكا برافو، يعطيك الصحه. ولاطارت نتاعك بنينه، باينه بنينه وخفيفه، وكما شفتوا سهله. الشيف ديما يعطي لكم حاجات يسهل عليكم باش تعملوا هكا في سهره حاجه حلوه. المنيو تاعنا اكيد عجبكم انتم اللي تبعتونا، يعطيكم الصحه اللي قعدتوا معنا. نعطي لكم موعد في حلقه اخرى، حلقه جديده من كوزينتنا هكا. دونك الشيف واش نقولوا؟ صحه فطوركم. صحه فطوركم. صحه فطوركم على خير.